هل تعلم أن الله أقرب إليك من نفسك وأقرب إليك من كل شيء؟ لذلك لماذا تيأس؟ لماذا تقول إن الله لا يرزقني؟ إن الله لا يحبني؟ لماذا مرضت؟ لماذا ظلمني الناس؟ لماذا لم أرزق؟ هذه أسئلة لا تجوز في حق الله تبارك وتعالى. تأمل معي هذه الآية الكريمة التي فيها يعني منتهى الرحمة. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فإني قريب، دقق على هذه الكلمة، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله أيها الأحبة، هذا قانون إلهي، 1+1=2. كل دعوة تدعو بها الله سيستجيبها الله، لا شك في ذلك. إما أن يعجل لك الاستجابة فورا، أو يصرف عنك من الشر بقدر هذا الدعاء. وإذا كان الله يحبك حبا كثيرا سيؤخر لك الإجابة إلى يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.